السلام عليكم ورحمة الله. كل الناس بقى اللي خلصت الثانوية عامة بعد النتيجة، دول أهم كلمتين هتسمعهم وخليهم حلقة في ودنك. وبرضه لو أنت لسه هتدخل ثالثة ثانوي، اسمع الكلمتين دول وافهمهم كويس أوي. أولاً مبروك لكل الناس أياً كان نتيجتك. واحد يقول لي أنت بتقول مبروك ليه؟ في ناس النتيجة ما عجبتهاش. بص يا ساتر، النتيجة حاجة من ثلاثة. أول حاجة يا أنت ربنا كرمك وبسطك واداك اللي أنت تستحقه كمجهود، فبالتالي أنت دخلت كلية أنت من جواك فرحان وأهلك فرحانين، بس خد بالك يا بطل إن الكلية دي جديدة جداً وأنت داخل على مجهود جامد. فصدقني كل حاجة زي ما هي كويسة زي ما ليها ضريبة برضو بتدفع. انت ضريبتك بالنسبة لك ما دفعتش في فكرة ان انت اتضايقت لا قدر الله، لا ده انت فرحت، بس الضريبة هتدفعها مجهود على مدار كذا سنة في كلية تقيلة ومحتاجة شغل ومجهود، فلازم تبقى فاهم ده. رقم اتنين، خليك صريح مع نفسك. الناس بقى اللي هي في المرحلة التانية، لو انت قصرت اعترف انك قصرت، ما تفضلش تقول اصل الظروف، اصل هم ادونا درجات كده، اصل لازم اعمل تظلم. لو انت من جواك عارف ان انت بني ادم مقصر وما عملتش اللي عليك، احنا هبهوات احنا مدرسين وفاهمينكم، فبلاش الحركات دي مع ولي الامر. خليك جدع وجريء وشجاع واعترف بخطأك، وبلاش ترمي الموضوع على شماعة الظروف ده لو انت ما اتظلمتش فعليا، انت بتدعي انك اتظلمت. الحالة بقى رقم ثلاثة، وانا خليتها في الاخر، اللي هو فعلا عمل مجهود فعلا ولقى نفسه ما حققش النتيجة اللي هو كان متخيلها. واحد يقول لك ده ظلم. بص بقى باختصار وعشان ما تدخلش معاكم كتير في حاجات زي كده، لازم تكون عارف ومتأكد. واحد يقول لي ايوه ان ربنا مش هيضيع مجهودك وان الكلام، بص غير ان ربنا مش هيضيع مجهودك، لازم تبقى عارف ومتاكد ان لو انت فعليا كنت تستحق غير اللي انت وصلت له، لازم تعرف متاكد ان دي حاجه ليها حكمه. هفهمها لك في كلمتين كده، قصه هقولها لك سريعه. كان في ولد هو دفعه 2021، الولد ده كان معايا وكان من اكتر الطلاب تميزا في المجموعه بتاعته. تشاء الظروف ان هو لما تظهر نتيجته الاقي الواد ده هيعيد السنه بالكامل. انا بقول من اكتر الطلبه تميزا، عارف يعني ايه عيد السنه بالكامل؟ ما نجحش في ولا ماده، مع ان انا متوقع ان هو ده الراجل ده يوم ما يهزر هيجيب 95%، رغم انها كانت سنه سيئه جدا. 2021 دي كانت اول سنه في النظام الجديد. باختصار عشان ما اطولش عليكم، جه السنه اللي بعدها الولد ده بعد ما انهار والكلام ده كله قال لك هعيد واكل، وتشاء الظروف ويحصل نفس الشيء. طبعا واحد غيرك انت هيقول لك الواد ده المفروض ان هو ينتحر. انا عايز اقول لك ان هو انا ووالدته كنا حرفيا احنا مش فاهمين حكمه ربنا في اللي بيحصل، بس كان عندنا ايمان داخلي ان الولد ده في حاجه ربنا مخبيها له. وتشاء الظروف ان في السنه الثالثه، بص بقى ركز معايا، الولد ده اخر ما زي من ثانويه عامه قرر ان هو يحول امريكان، وعلى فكره غالبا هو هيشوف الفيديو بتاعه ده وهيفتكر الكلام ده. وشاء ربنا ان والده يتعب تعب شديد ويتوفى الوالد، والولد ده هو وحيد ابوه وامه. الراجل ده لما توفى ترك اموال كتير جدا. الولد ده فعلا لو كان دخل الكليه اللي هو كان بيطمح للدخول ليها ما كانش هيعرف يدير الفلوس دي كلها بتاعت والده. وانا عايز اقول لك يعني، واحد يقول لي يا مستر ما هو برده تاهر على مذاكرته وتعبه، ماشي هو تاهر على مذاكرته وتعبه، بس انا عايز اقول لك ان اللي راح طب وبيتنفخ من دفعته ده هو حلم حياته حاليا، وهو في كليه طب على فكره، وده في واحد دفعته بالظبط هو حلم حياته انه يشتغل عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ربع الفلوس اللي مع الولد ده حاليا. فركز بس ان ربنا ما بيعملكش ابدا حاجة وحشة. وبحكم ان احنا جبنا بقى سيرة الموضوع ده، بصوا يا شباب، يمكن انا ما نوهتش عن الكلام ده في اول الفيديو ولا كنت هنوي عليه، لان دي بتبقى مسألة رزق. يا شباب اللي يعرف حد او من الناس اللي بتتفرج معايا وحد عايز ينضم لينا في ثالثة ثانوي والظروف المادية معاه لا تسمح، رجاء ولي الامر يبدأ يكلمني على رقم التليفون اللي هيظهر حالا ده رقمي انا الشخصي، ويتواصل معايا وانا احط الولد في جروب او في اي مجموعة من المجموعات بتاعتي. وعلى فكرة بدون علم اي حد، لا اداره سنتر ولا غيره، الولد هيخش عادي جدا وهيخش مدفوع له عادي جدا. الكلام ده هيبقى من خلالي انا الوحيد اللي هكون عارف. ورجاء رجاء رجاء اللي يكلمني في حاجه زي كده يا شباب ما يكونش محرج تماما تماما، لان انا مش بعمل حاجه تفضلا، ده واجب وده حقك، لان ربنا كفلك الكلام ده فعلا. واكبر الجميع، انا بقول اجبار مش تفضل من حد يا جماعه، ان انت طالما ربنا وهبك علم او مال، ربنا لما بيوهبك علم او مال هو بيوهبه لك علشان انت تدي للي محتاجه، مش تتفضل على حد بيه. رجاء الرساله تكون وصلت، واتمنى لو كل المدرسين تعمل زي ما انا بقول. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجايه افرح بيكم. والف الف مبروك لكل الناس اللي حققت اللي هي عايزاه، سواء من طلبتي او سواء من طلبه مدرسين تانيين. ربنا يجعلها يا رب فتحه خير عليكم جميعا. اشوفكم، مع السلامه.